كده. في حد بيقول سلام سيدنا مقبل ايديكم، نفتكم ذكرت ان هناك اسباب رئيسيه للتجسد، الفداء، تبديل الطبيعه، المعرفه. فهل من ضمن الاهداف ان المسيح حمل الخطيه عنا، ولا نحن لم نرث الخطيه؟ حيث ان البابا اثناسيوس ذكر المعصيه مرة فقط في الفصل العشرين تحت مسمى المعصية، المعصية الأولى، فهل نحن ورثنا الخطية؟ طبعا. ما هو الفداء من إيه يعني؟ ورثنا الخطية وبالتالي ورثنا الحكم. ما معنى إن هيتنفذ فينا حكم الموت ما لم يكن ورثنا مسبباته؟ وده اللي قالها البابا أثناسيوس، المعصية الأولى، وذكر كذا مرة بصيغة الجمع إن البشر خلفوا الإيه؟ الوصية، إننا كنا في آدم لما أخطأ. فالكلام تكرر كتير في كتابات القديس أثناسيوس، يعني يقولوا ويعيدوا ويكرروا مرارا وتكرارا، كرروا كتير قوي قوي قوي. الخطية جلبت الموت وفساد الطبيعة. يقولوا ورثنا الحكم ولا ورثنا الخطية؟ ورثنا الاثنين، مرتبطين ببعض. حتى لو مش احنا اللي فعلنا الفعل نفسه، لكن خلاص بقى توصمت طبيعتنا بيه. والا ايه معنى اذا بينا ان نموت؟ طيب لو ما ورثناش، اذا بينا يتحكم علينا؟ وليه قال المعصيه الاولى؟ قالها صراحه، مش المعصيه بس، قال المعصيه الاولى اللي هي جلبت الايه؟ الحكم بالموت. ما دي بعض الناس يقولوا المسيح بيخلصنا من فساد الطبيعه بس. عشان كده بقول لكم لا، يعني هو بياخده ويقول لك البابا أثناسيوس كده، قال كده. لكن حدد الاولويات، السبب الاول ايه؟ الثاني ايه؟ الثالث ايه؟ وهكذا. الفداء من الموت، لأن مستحيل يحكم علينا بالموت ما لم نكن قد ورثنا النفس ومحتاجين طبيعي، يعني كل حاجة آدم كان فيها بقينا فيها. الحكم هو هو والفساد هو هو، والخلاص بيبقى لينا من كله. هل ميلاد مخلصنا صالح تم في ملء الزمان مثل الصلب، تم في الوقت الذي حدده رب المجد؟ كل حاجة عنده طبعا بتأكيد ولاده. لماذا نعيد بعيد الختان، وما هي رموزه الروحية، وما الفرق بين الختان والمعمودية في العهد الجديد؟ مع أن الختان هو اختيار الشعب ليكون لله، وهكذا المعمودية يختار الشعب لله ويكون خليقة جديدة. الختان كان رمز للمعمودية. القديس ساويرس الأنطاكي تكلم بالتفصيل ليه الختان هو علامة العهد. باختصار يعني عشان يعني ما نطولش، الختان بيبقى هو عضو التناسل اللي فيه بننال الميلاد الجسدي، اللي من خلاله بنولد ايه؟ جسديا. فقطع جزء منه إشارة لإيه؟ خلع الإنسان العتيق، وبيبقى لنا ميلاد روحي المولود، عشان كده سموه ميلاد. المعمودية هي الميلاد الجديد. ليه اتسمت ميلاد؟ كلمة الميلاد دي هي اللي بتربط ما بين الختان والإيه؟
وكان ده بيخلي الإنسان عضو في شعب الله، فالمعمودية بتخلينا أعضاء في الكنيسة. في واحدة من بناتنا بتقول أوقات كتيرة بحس إني مش فاهمة حاجة، يبقى عندي فتور روحي مش عارفة أبدأ منين. تبدأي بالصلاة، الكتاب المقدس يقول الآباء اقرأ فتنتهي ثم قف لتصلي. ويسير القديسين، إن لم تعرفي أيضاً الجميل من النساء الطريق تتبعي آثار الإيه؟ الغنم. فبتتنقل لنا حرارتهم وغيرتهم ومحبتهم، بنتشبه بيهم. ممكن يا سيدنا كلمة منفعة من الصبح لغاية الوقت يقول ما فيش منفعة يعني. في حد بيقول نقبل آيات سيدنا، قال أحد المشككين وهو غير مسيحي إذا كان مسيح هو الله، ففي الختان قطع جزء من لحم الغرلة، فأين ذهب هذا الجزء؟ وهل يقطع من جسد الرب شيء؟ طب ما دام مسال برضه على الصليب أين ذهب؟ في حاجات احنا نقول عليه سر التجسد، مش كل حاجة مكشوفة لينا. انت يمكن حديثا شفتوا الفيلم الفيديو التسجيل بتاع المتنايح الأنبا مكاريوس وهو بيصلي، ازاي تنيح وكان ماسك ساعتها الذبيحة على ايده، فنزلت مع من بيبروه بالبطيء، رجعت مكانها تاني يعني. وفي أسرار كتيرة 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 بنشوفها في سر التناول الحقيقي. احنا بنحاول الواحد على قدر الامكان يكون حريص باقصى ما يمكن في التناول، عشان الجواهر مفيش جوهره يعني تقع او تختفي عن اعيننا بصوره تخلي بعض الناس تتضايق وتزعل مننا. نزلي ايدك افتح بقك مش عارف ايه يعني، بقك محيدي كده، لازم يبقى اللي واقف قصادي كده شايف، محدش يجيني بالجنب، لازم يبقى وش قصادي مش وطي كده ولا يعني، او واحده قصيره ووطي اكتر يعني مش كده، او يبصوا لتحت. فبيبقى كل فكري ازاي ابقى ضامن بحواسي المحدوده ومطمئن ان مفيش حاجه تقع مني او تختفي عن عيني باقصى ما يمكن. اللي قدامي يزعل ما يزعلش مش في بالي بقى في اللحظه دي يعني. اللي اتعودوا على كده عارفوا انه مش مقصودين ان هو كده طبعه كده او يعني طريقته كده، لكن اهو بنحاول بقدر الامكان نكون حريصين، لان في الوصيه اللي بتتقال للكاهن يوم رسالته في وصيه خاصه من اجل الحرص في توزيع الأسرار. فيقول له احترس لألا تحدث المضرة، لأن العالم كله لا يساوي منه مثقال ذرة. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نكون حريصين، لكن في حاجات كتير من الآباء بيلاحظوها بتحصل نشعر إن إيد ربنا أو ربنا هو اللي حافظ الذبيحة. إحنا بنعمل اللي علينا بأقصى ما يمكن، لكن في عجائب بتحصل
في الحاجات دهية، واللي بيخلينا نبقى أكثر تضييقا بزيادة، إن إحنا ما نبقاش مقصرين يعني. فحكاية إن جزء من الختان راح فين وكده، ما تقلقش، ده في ملايكة كتير وفي يعني قوات سمائية محيطة يعني كان حوالين ربنا يسوع المسيح، يعني مش هي دي اللي هتقلقنا يبقى راح فين وما راحش فين يعني. لكن هو اتختم؟ اه اتختم طبعا. هل الموت كان موجود قبل السقوط في الطبيعة؟ لذلك عرف آدم ما معنى الموت؟ لا، ما كانش لسه حد مات، ما كانش لسه ولا يعني ما كانش، بس كان المعرفة موجودة. يعني كان الإنسان لما يقول له موتا تموت هيبقى عارف معنى الموت إيه. الإنسان كان ذكي جدا على فكرة. في ناس يتقلها إن الناس دلوقتي أذكى من بتوع زمان، لا، المعرفة أطفال اليومين دول أو جيلنا ورث تراكمات معرفية ووسائل كتيرة حديثة تفجر، تكسب مهارات معينة، لكن قوة الذهن بتاع الإنسان هل تفتكروا دلوقتي أقوى من الأول؟ لا، الأول طبعا. ده الأدم كان عنده حكمة، قدر يسمي الحيوانات كلها. كان في نوع من الصفاء الذهني والصحة اللي في جسم العقل السليم في الجسم الإيه؟ كانش فيه أمراض ولا غيره. فكان الإنسان بكامل قواه الذهنية. حتى في العصور القديمة شوفوا بعض الفلاسفة عباقرة، شوفوا بعض العلماء القدماء المصريين مثلا والحاجات اللي اكتشفوها ووصلوا لها، شوفوا حكمة سليمان. فمستوى الذكاء كان معروف، مستوى المعرفة. فحكاية يعرف أه يعرف. مشكلتكم أو مشكلتنا يعني إحنا بنقيس غيرنا بينا، بيتقالنا إن هما ما بيفهموش. طب ما بنقيسهم إيه؟ بينا. نعم؟ في حد بيقول الأسر الرعوية تتمنى حضور لقاء نيافتكم، وبيقولوا انهم معذورين انهم لم يشتركوا في اليوم الروحي المقتصر على خدام التربيه الكنسيه. احنا بنقول التربيه الكنسيه وملحقاتها، يعني مثلا في خدام وسائل الايضاح ملحقين بالتربيه الكنسيه مثلا، لكن مثلا لجان البر بنعمل لهم لقاءات مخصوصه بيهم مثلا في خدمه اخوه الرغبه وهكذا. يعني في فئات بيتعمل لها لقاءات، مجالس الكنائس بيتعمل لها لقاءات خاصة بيها مثلا. ففي بعض خدمات بتبقى قائمة بذاتها، وفي خدمات ملحقة بخدمة التربية الكنسية ممكن يحضرها. لماذا نصلي قداس يوم سبت النور مع ان السيد لو المجد ما زال في القبر ولم يقم بعد؟ لا، المسيح مش في القبر، المسيح في السماء. بعرش في تذكارات، فاحنا بنحتفل بتذكار الحاجات دهية، لكن هو تمم الفداء وفي السماء، لكن لم يعلن او لم يكتمل بالقيامه، لكن تم. وبعدين بيجي التذكار، عشان كده بنذكر في القداس الراقدين، والمسيح حاضر معانا في القداس.
القداس، يعني القداس بيخلي المسيح دايما كائن معنا في احتفالاتنا، فما فيش ما يتعارض ابدا. هل يصح ان نقول ان الله يكره الشيطان؟ امن بان الله كل المحبه ولا يعرف الكراهيه. ربنا بيكره الشر، يريد ان الجميع يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. ما يحبش الخطيه لكن يحب الخطاه الذين اولهم انا. لماذا لم ينتهي العالم بعد اتمام عمليه الصلب والفداء والقيامه؟ ما كنتوش انتوا جيتوا. فربنا مش عايز يحرمكم من الملكوت. يعني حتى في سفر يقول الى متى لا تنتقم لنا؟ يقول الى ان يكفر العبيد ايه رفقائهم. لسه في ناس ثانيه، يعني ربنا عامل حساب انهم هيجوا. هل يكون اي مرض حتى لو كان فيروس انفلونزا سبب الخطيه وفساد الطبيعه؟ الم يصاب مثل هذه الامراض حتى الاباء الابرار؟ لا طبعا، الامراض حاليا مش مالهاش علاقه بالخطيه. يعني مش واحد عمل خطيه هيجي له مرض مش بصوره مباشره، ولكن الامراض دي بدات لما الانسان اخطا وبقى في فساد للطبيعه. خلي بالك في نقطه البعض ما بياخدش باله منها. المسيح جه وفدانا، لكن لم نحصل على استحقاقات الفداء كاملة حتى الآن. احنا بناخد عربون، لكن كامل الاستحقاقات هناخدها فين؟ في القيامة. لأن كان عقاب آدم بعرق جبينة تأكل خبزة، ما زال الإنسان بعرق جبينة يأكل خبزة. بالأوجاع والألم ما زالت المرأة بالأوجاع والألم، ما زال في مرض، ما زال في تعب، ما زال، لكن بقى في إيه؟ قيامة. وعد القيامة بالقيامة ده بقى هو اللي إيه؟ بننال استحقاقات الفداء كلها. فالآثار الأرضية ما زالت موجودة، لكن بناخد عربون. العربون ده بيحولها لمجد، يخليها ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد. ايه؟ بنحول كل الحاجات دي لحساب ربنا او اللي يبقى رصيد لينا في السماء. لكن مش معنى كده ان بقى بفعل شخصي، لا، الطبيعه دخل المرض خلاص. لكن ملوش علاقه ان حد كل ما يجي له دور زي ما بيقولوا له لربنا انا هذا اخطا ام ابواه حتى ولد اعمى. قال لهم لهذا اخطا ولا ابوالك لكي تظهر اعمار الظالمين. ما هي شروط الرهبنه؟ ان يكون الانسان يصلح للرهبنه. وهل لازم ادخل الكليه الاكليريكيه حتى اكون راهبه؟ لا، مش لازم تدخلي الاكليريكيه عشان تبقي راهبه، والا هتتاخري وتكبري في السن وبعد كده تروحي مش هيقدروا. فبالنسبه للبنات لازم يكون في سن معين كمان. هل يجوز تقصير؟ في سؤالين مرتبطين ببعض، يعني على قداسات الاطفال. هل يجوز تقصير عمل تسبيحه اطفال، بصق للاطفال في اسبوع الالام، قداس للاطفال؟ عايزين نفرق بين حاجه يا اولاد. يعني ايه؟ في حاجة اسمها الليتورجيات. ليتورجية يعني صلاة جماعية تشمل جسد المسيح كله زي القداسات كده والمناسبات. تلاقوا جسد المسيح فيها لا يتجزأ. من العصور الأولى مثلا تلاقي رجال وسيدات يحضروا، كبار وصغار، أغنياء وفقراء. مفيش مثلا ده قداس للأغنياء وده قداس للفقراء، ده قداس للمتعلمين، ده قداس للي مش متعلمين، ده قداس للكبار، ده للصغار. لا،
مفهوم الليتورجية جسد واحد الكل يشترك إيه؟ فيه. وكان طقس الكنيسة أصلاً إن بيبقى قداس واحد كمان. يعني لو اتوجد أسقف وجد الأسقف ما يبقاش فيه قداسات تاني، هو الكل يحضر مع إيه؟ ما يصحش مثلاً في كنيسة يتصلى قداسين في وقت واحد، يكون أب أسقف بيصلي وقداس ثاني يتصلي. ممكن يتصلى بعض أو غيره، لكن ما يصحش في نفس الطقس كده على أساس إشارة للجسد الواحد، والأب الأسقف بيمثل يعني إيه قمة الرأي المنظورة يعني للجسد دوت. طبعا مع كتر العدد بتاع الناس ومفيش كنايس تسع المؤمنين كلهم، فالكنيسة بنعملها كأنها كذا كنيسة، تفرغ وتملى وتفرغ، تملى وتفرغ، قداس أول وقداس تاني وقداس تالت وهكذا. ممكن في كنايس يتعمل أربع قداسات بسبب معالجة مشكلة إيه؟ المكان، فما فيش حتى حد الزعق. المفروض بيتعمل قداس واحد وله ختام بالطقس اللي هو التجنيز العام وكده. فاكر زمان سيدنا امبادوماليوس اول لما حب يعمل الحكايه ده هي، وكنت معاه فبقول له لسيدنا كده يعني هيحصل خلخله في الطقس، ازاي هنعمل كده؟ قال لي احنا مضطرين، لو طول اخلي الكنيسه اكتر من الكنيسه مضطرين. قال لي شايف الكنيسه في موطئ لقدم، كان عمل قداسين، في القداسين ما فيش، طب الناس دي هتروح تحضر ازاي؟ فبنضطر نعمل اكتر من ايه؟ من قداس. لكن كل قداس بيبقى له نفس السمه ان لكل الشعب بدون فرز او تصنيف، كل الشعب بدون فرز او ايه، لان جسد واحد. فالكل يحضر برضه الكنيسه، كبار وصغار، متعلمين بسطاء، اغنياء فقراء، كل الرجال سيدات وهكذا. دي سمات الطقوس الليتورجيه بتعبر عن الجسد الواحد. دي تفرق عن الاجتماعات والخدمه الرعويه المتخصصه. أما هاجي أعمل اجتماعات تعليمية رعوية ممكن أخصصها، أو الاجتماع للسيدات، اجتماع للرجال، اجتماع للشباب، فصل أولى سنة، تانية سنة، أولى ابتدائي، حضانة، عشان لما نيجي نعلم كل فئة نوصلها بما يناسبها من الإيه؟ التعليم. لكن يجي في القداس الكل يحضر، وخصوصا الأطفال بيتعمدوا على إيمان والديهم باعتبارها يستلموا الإيمان من مين؟ من والديهم، بيستلموا الإيمان العملي العبادة. يعني الأم بتاخد طفلها وهو صغير كده يدخل مع أمه أو أبوه أو جده أو جدته من غير ما يمثلوا قدامه الطفل، بيلقط. والحاجات دي شفناها واحنا كلنا عشنا احنا صغيرين قداسات واحده، تدخل لهم كده على صوره العذراء فالاطفال يعملوا ايه؟ اللي هيسجد هيسجد وهكذا، بيستلموا يصلوا كده طلبات ويقولوها تلاقيهم يتعلموا ويقولوا. فلازم بيستلموا، يستلموا بصوره حياتيه عمليه من الكبار اللي مسؤولين عنهم. فالطفل يفضل يراقب كده حتى لو ما اتعلمش من امه، بيتعلم من ان حد تاني موجود. وفي اطفال بيبقوا ورود بقى، يروحوا يفضلوا يقلدوا اللي بيشوفوه في الكنيسه. في ناس ليها طريقه حق الله ويرفع كده. كنت من ضمن الورود دول.
الواحد يروح يفضل يعدد الايه الكبار، لكن الواحد ما ياخدها كده وهو صغير، لكن دون ان يدري الواحد يتعلم روح العباده ازاي وصدق العباده بيوصل للطفل فبيستلم. فالمبدا في الحاجات الليتورجيات الكل يبقى جسد واحد، مفيش مكان يبقى ممكن نعمل كذا قداس بس كل الجسد الواحد ايه يحضر. عايزين نعلم بقى طقس القداس وغيره، مش هاجي وقت القداس وافضل اعلم وهنعمل كذا ونسوي كذا، لا، العباده عباده. لكن ممكن يبقى في درس في مدارس الاحد القداس نشرح فيه، ممكن نجيب فيديو بروجيكتور ونشرح كل جزء، شايفين الجزء ده ابونا بيعمل كذا ونوريله على ايه بالفيديو، وده كذا وده كذا وده كذا، بحيث لما يحضر يبقى ايه يبقى عارف. فاحيانا في حاجات ناس بتعملها وناس تقلد تقليد اعمى، مش كل حاجه بتتعمل وتنتشر بتبقى ليها اصولها مظبوطه. فاحنا بنسمح فعلا عشان الاماكن محدوده ان الكنائس يبقى فيها اكتر من قداس، لكن كل قداس يشمل كبار وصغار دون تحديد لفئه من الفئه، ما بنصنفش الفئات. لماذا لو تصلي الكنيسه على المنتحر ومزاره؟ الكتاب قال كده، توجد خطيه للموت ليس من اجل هذه ينبغي ان يطلب، وتوجد خطيه ليست للموت. فالمنتحر بيبقى يعني مات وهو بفعل خطيه الانتحار، ولازم كوسيله تعليميه الكل يعرف ان ديت مش خطا، بيبقى تعليم ان اللي اتعمل ده ايه خطا، يبقى رادع عشان مش كل واحد يتضايق او تضيق الدنيا في وشه يروح منتحر ويقول ارتاح من كده هدخل السماء وخلاص، وبالتالي ما يبصش الايه زي واحد ارتد لان عدم ايمان. المريض لظروفه، وانا بتكلم على الوضع الايه الطبيعي يعني، لكن المنتحر وضعه الطبيعي ما يجوش الصلاه. جسد السيد
السيد المسيح ابن الله الكلمة، مولود أم مخلوق؟ ربما صاحب السؤال دوت بيربط ما بين قانون الإيمان لما بنقول مولود غير مخلوق. إحنا بنقول مولود غير مخلوق في قانون الإيمان لما بنتكلم عن مفهوم الكلمة بذاته بدون تجسد ولا حاجة. نقول بالحقيقة نؤمن بإله وأمر الأب الطفل وهكذا نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور. مولود غير مخلوق، مولود من الآب. فبتكلم على ميلاد اللاهوتي، فهو مش مخلوق، مولود غير مخلوق. أما الناسوت أو الجسد ربنا يسوع المسيح، نقول مولود ولا مخلوق؟ مولود ولا مخلوق؟ مولود هو أكل لا جسد. مولود ومخلوق. اتولد من العجنة لكن هو أصلا الجسد بحد ذاته البشرية كلها آدم مخلوق ولا مولود؟ مخلوق، مش كلنا من آدم وحواء؟ فطبيعتنا مخلوقة. لكن الابن في الثالوث القدوس مش مخلوق، مولود غير مخلوق. لكن الجسد اللي خده من الست العذراء، اللي اتولد من الست العذراء، الجسد المولود من السيدة العذراء مخلوق. عرفت البابا أثناء ده كان يفضل يعيد ويزيد ليه؟ في حد بيقول الله أخذ جسد قابل للموت وقابل للألام وقابل للعذاب وقابل أن يبسط في وجهه، لماذا قبلنا كل هذا ولم نقبل المرض؟ لا، الحاجات دي جاية له من براه، الإهانة أو العذاب أو الحاجات دي. لكن المرض ده بيعبر عن ضعف، ضعف فيه، زي ما يكون واحد يقول لك ده أصل ضعيف مناعته، عنده ضعف في المناعة، فأي مكروب كده يصيبه. فالمرض بيعبر عن ضعف الجسد، ضعف في المناعة، ما هوش حاجة جاية له من بره كده، لكن دي أفعال كلها جاية له من بره. أؤمن أن الله أخذ جسد كامل وجسد القابل للموت يكون أيضا قابل للمرض كما كان قابل للآلام. جسدكم طلاق وجسدنا احنا قابل للمرض، لكن ربنا يسوع المسيح جسده غير قابل للمرض. عدلوا بقى على البابا أثناء. مش حلقة أرض أقرأ كتير يعني. سؤال عجيب شوية، ربنا لما تجسد وفداء نفسه، مش عارف كان علشان يخلص العالم كله مش المسيحيين فقط، صح ولا غلط؟ هو الخلاص متاح للعالم كله، اللي بيقبل الخلاص بيبقوا المسيحيين، بيسموا مسيحيين، اللي ما بيقبلوش الخلاص بيبقوا مش مسيحيين. فالخلاص متاح للعالم كله، المسيحيين هم اللي قبلوا ايه؟ واي واحد يقبل الخلاص هيبقى مسيحي. وهل انا اللي بيفرقنا كده المعموديه مع انها مختلفه بين الطواف المسيحيه؟ الايمان قبل المعموديه، الايمان والمعموديه. هل من الممكن أن يتناول الإنسان الجسد دون الدم أو العكس؟ لا طبعاً، في الوضع الطبيعي لازم الجسد والدم. وفي كل الأحوال يا أولاد لازم تبقوا عارفين إحنا بنستثني المرضى، بنحط
نغمس الجسد بالدم عشان لظروف استثنائية، لكن في كل الأحوال الجسد نفسه بيبقى مرتبط بالدم. يعني في تضميخ، يعني بناخد بالاسفاديكون وبنلف على الجسد كله، لهذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، فما فيش يعني الأطفال بصفة خاصة عشان ما لسه ما بياكلوش فبياخدوا الدم بس، دي كلها وضع ايه؟ استثنائي. لكن لازم ياخد الجسد والدم والجسد لوحده والدم لوحده، الغمس ده استثناء. لأن هو طب ليه بقى نقول لازم؟ عشان هو عمل كده، خذوا 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 اشربوا. واحنا الكنيسة الوحيدة في العالم حاليا اللي محتفظة بالطقس ده على فكرة. الكنيسة الوحيدة اللي في العالم تناول الجسد لوحده والدم لوحده. الكاثوليك ما بيناولوش دم خالص دلوقتي، يعني الروم ممكن بيغمسوا. هل ميلاد السيد المسيح في وقت الشتاء؟ وان كان في وقت الشتاء كيف كان الرعاية الروم؟ خلي ما بالك يا ولاد، محدش يعرف بالظبط ميعاد ميلاد السيد المسيح. الترتيب لعيد الميلاد اصطلاحي، اصطلاح يعني مش شرط يكون هو ده اليوم اللي ايه اللي اتولد فيه. ترتيب اصطلاحي، وكتير يرجحوا ان اصلا ما اتولدش في الشتاء البارد دوت عشان الرعاه، فعلا فكره الرعاه دي ده حقيقي، لكن ده ترتيب اصطلاحي واجمعت عليه الكنائس او الكنيسه في العالم كله، لكن الميعاد بدقة محدش يعرف. نعم؟ لا لا، الترتيب ده اصطلاحي في الكنيسة يعني، وترتيب قدير. اتفق إن يحتفل بيه في هذا الميعاد وأجمعت الكنائس على كده، لكن بالضبط محدش يعرف اتولد امتى بالضبط تاريخيا. ما هو ارتبط كنسيا فبقى موحد، فما يصحش. اتفضل بتاع الفكره ان الراي ان ايه اصطلاحيا اتفق ان الكنيسه هتحتفل 29 كياك، وفي اعياد كلها مرتبطه بيها زي عيد البشاره زي عيد الختان زي عيد دخول المسيح عليك وهكذا، زي ما اتفق على القراءات الكنسيه دي ترتيب كنسي. ما يصحش دلوقتي كل كنيسة تجيب قراية مختلفة، ما نبقاش كنيسة واحدة. اللي بيخلي كنيستنا واحدة إن نفس اليوم اللي فيه القراءات هنا تتقري في كل الأبروشيات، تتقري في مصر، في أستراليا، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في كله. دي من سمات الجسد الواحد اللي كنت بقول عليه، حتى ما بيقولوا قداس اطفال وكده بيقول لك الجسد الواحد الكل يشارك في ايه؟ في عباده واحده، في طقس واحد، في كيان واحد يعني. فاقتفض وترتب من قديم الزمن ان الاحتفال يبقى كده، والكنيسه كجسد واحد مستقره ان نحتفل كده، فما يصحش حد يعمل احتفالات ايه؟ في أيام مختلفة. دي الفكرة باعتبار إن كده بنشز على الجسد الواحد يعني. سيدنا بس يعني التسليم الرسولي لموعد عيد الميلاد من أيام أبا التاريخ القبطي ده تاريخ قديم جدا، فهل معقول هم ما كانوش بيعيدوا في يوم 29 أيام من أيام أبائنا؟ لكن حتى الترتيب زمان زي ما بقول ما كانش معروف بالضبط، زي عيد القيامة مثلا، لأن عيد القيامة له قواعد حسابية، ف
فممكن يجيب لك ربنا يسوع المسيح اتصلب امتى بالضبط. واحنا بنحتفل بيه في يوم السمسار، غير الميعاد الاصلي اللي بيتحرك مع الثانويه. ايوه، ده لان عيد القيامه متحرك. لكن ممكن يتجاب. لكن اصطلح من زمان ان عيد الميلاد هكذا، لكن مش عن معرفه يقينيه انه اتولد في الميعاد بالضبط، لكن بالترتيب الكنسي ترتيب قديم جدا جدا جدا، ان الاحتفال البشار تكون يوم 29 برمضان، يحسب 9 اشهر، يبقى تتم في 29 ايام، يبقى الختان 6 طوبة، يبقى دخول المسيح الهيكل 8 امشير، وهكذا يعني ترتب عليه الاعياد واستقرت. اي زحزحه وعدم التزام بعيد واحد يوقع الاعياد ايه؟ الباقيه كلها. فالزحزحه ما تتناسبش مع وحدانيه الكنيسه، ان كلنا جسد واحد بطقس واحد، يعني حتى لو الطقس دوت او الترتيب دوت ترتيب كنسي وضعي، لكن من حيث المبدا في وحدانيه في الترتيب، بغض النظر ان هو الميعاد الحقيقي او ما حدش يعرف، لكن في وحدانيه في الترتيب. هو دي النقطه اللي ايه المناقشه. ماذا حدث للسيد المسيح خلال الفتره بين الميلاد وبدايه اعماله؟ لماذا لم يذكر الكتاب هذه الفتره؟ وتفتكروا هو ذكر الفترة من بداية أعماله لغاية سجده كلها؟ ده يوم واحد بس لو اتذكر يملى الايه؟ يملى كتب. قديس يوحنا يقول أشياء كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، ولكن دي كتبت لكي تؤمنوا. ودي أهمية التقليد بقى، في حاجات كتبتش لكن استلمناها من التقليد. ايه ابسط طريقه لفهم الكتاب المقدس ونفهمه زي للاطفال؟ احسن طريقه لتفسير الكتاب المقدس الكتاب المقدس. الواحد ممكن يا اولاد لما تقروه كله كتير تلاقوا حاجه تلاقوا تفسيرها في موقع تاني من الكتاب المقدس نفسه. محتاجين ورش عمل للقدام وفقرات متنوعة في الخدمة. دي ممكن نعملها لو عملنا مؤتمر للقدام مثلا كذا يوم. نروح في مكان نقعد كذا يوم، يبقى وقت محاضرات ورش عمل. لكن أنا بعتبر اللقاءات اللي بنعملها دي لقاءات محدودة في وقت محدود، يا دوب خدنا محاضرة وعشان نجاوب الأسئلة. لو قلنا ورش عمل هتاخد، في ناس ما بيكملوش بعد المحاضرة وبيمشوا، فما ينفعش غير لازم نكون مقفول عليكم في مكان نبقى قاعدين باكيد فيه. بقى هتعملوا ايه؟ لو مقر بقى لازم نلتزم بالحاجات دي كلها. بيتولد وبيموت مصيره فين؟ ما نالش نعمة المعمودية، ولو مش هيدخل السما ربنا خلقه ليه؟ وأنا مالي؟ هو قال كان أحد بيولد في الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. هو قال كده. أنا هاجي أقول له لا يدخل، أنا مالي؟ هو صاحب الحب، لكن هو قال كده خلاص. عشان كده في عقاب شديد للأب والأم اللي يهملوا المعمودية. الأب والأم يتعاقبوا لو أهملوا المعمودية. ليه؟ كلما تعمقت في الإيمان والعلاقة مع الله تزداد الضربات والتجارب. في فرق بين الضربات والتجارب بعضها من بعض.
في حاجات ممكن تكون سبب فرح، ألا احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب إيه؟ متنوعة. وأحيانا عدو الخير لما يفشل فينا من الداخل يبدأ يحاربنا من الخارج يعني. لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كيف نقول إن السيد المسيح في الجسد لا يمرض، والآية تقول شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية؟ أنتوا بتتعجبوا ليه؟ في ناس عاشوا وماتوا ما مرضوش، في ناس لو تسألوا جدودكم كده في ناس يقول لك عمرنا ما خدنا ده وعمرهم ما راحوا الدكتور، عاشوا وماتوا ليه بلا مرض؟ أصحاء، عشان يعني بنيانهم قوي. فبتستعجبوا على السيد المسيح اللي هو يعني ما فيهوش أي نقيصة أو عيب إن يبقى بلا ده، لو البشر العاديين ممكن يبقوا بلا مرض. والمرض يعني لا يخص الطبيعة شبهنا في طبيعتنا، لكن المرض مش حاجة يعني لازم الإنسان يبقى يمرض. نفترض واحد ممرضش وبالعافية ناديه نجيب له المرض؟ في ناس ما تمرضش. أنا فاكر مرة يحكى يعني كان سيدنا بتوفيق الصلاني نفسه يقول له مرة تعب وراح مستشفى، حصلت هزة في الدير. ليه؟ لأنه عمره ما راح مستشفى، عمره ما مرض. فإن يتعب ويروح لكن حدث تاريخي يعني إذا تعب مرض. معقولة مرض؟ يعني في ناس بتوع زمان كانوا يعني ايه مش شرط كان كله يمرض يعني. طب اكتب يا ابني مش عارف كده. قول طيب. ربنا يسوع المسيح قال نفسي حزينه جدا حتى الموت. ايوه. والعروق نازله دم، ده دليل على انفجار الشرايين جوه من كتر الحزن، فده يعتبر مرض. لا مش مرض، ده يعتبر من الايه؟ الحاجات العذابات الخارجيه يعني. هو لسه ما كانش عنده خارجيه، هو قال في مستشفى من كده قبل ما يخش العذابات. ماشي، ما في الام نفسيه. هي قلنا يا سيدنا، ما هو الالام النفسيه دي يا سيدنا ادت الى الام جسديه. ولو قلنا ان الرب يسوع ما عندوش مرض جسدي، بنقول ان هو مش زي شبه البشر. لا شيء. المرض مش من ضمن سمات الطبيعه البشريه. مفيش حد مرض، كله مرض، الجسد كله مرض. لان هو بلا خطيه اصلا. وفي اصحاء زي ما بقول لك، في ناس اصحاء بيعيشوا. المرض مش سبب الخطيه يا سيدي. المرض دخل في الانسان مع الخطيه. حقيقي. في الفردوس مفيش امراض. تمام، صح صح يا سيدي. الفردوس ده. وبعدين الكلام ده انا حتى ما بقوله لكم، ده البابا اثناسيوس اللي قايل. ما يمكن يا سيدنا دي ترجمه البابا اثناسيوس، يعني يمكن ترجمه من اليونان. لا لا لا، يمكن ترجمه. انا مش بقولها، انا مقتنع بكده. المرض شيء والحاجات اللي تيجي من الخارج شيء تاني. طب ما هو اتجرح، الجرح ده ممكن طبيا انت تعتبره مرض. وانا بقول الدم جيت مستند زي ما انا بقول لك انت، اي واحد جرح كده مفروض طبيا يعتبر ايه؟ مرض. في فرق بين مرض عن ضعف في الجسد، في فرق حاجه جايه له ايه؟ من الخارج يعني. لماذا ترفض بعض الكنائس حضور أي أحد من كنيسة أخرى أو منطقة أخرى
والنتيجة هذا الشخص لا يحضر في أي كنيسة أخرى، ما فيش ولا كنيسة ترفض حضور أي حد فيها، لكن ممكن ترفض المسؤولية الرعوية عن حد مش منها. ما فيش أي كنيسة ترفض حد يروح يصلي فيها، لكن ممكن ترفض المسؤولية الرعوية عن حد مش مننا. يعني مثلا احنا نظمنا خدمة اخوة الرب حسب التقسيم الجغرافي، حد عايز يروح يصلي في الكنيسة دي يروح يصلي في الكنيسة اللي تعجبه، لكن واحد جاي طالب خدمته من الكنيسة دي لا تاخد خدمتك من الكنيسة اللي انت ايه تبع، وهكذا. يعني في الافتقار واحد عايز يروح في كنيسة معينة يصلي يصلي، لكن واحد عايز يطالب الكنيسة اللي هو يروح يصلي فيها ان يروحوا يفتقدوه ويبقوا لا، مفيش كنيسة تمنع حد من الحضور، لكن مش مسؤولة عن الخدمات الرعوية ليه. ده الفرق. بس احيانا الناس تدخل السلوك في بعضيها وتسميها بمسميات اخرى. لماذا تعمد البنت بعد 80 يوم والولد من بعد 40 يوم من ميلاده؟ لا، خلي بالك في الحته دي، المعموديه للولد والبنت متساويه، ممكن يتعمدوا ولو ابن او بنت يوم. ال 40 وال 80 مرتبطه بالام، ما تدخلش الكنيسه قبل 40 يوم في الولد و 80 يوم للبنت. ودي مرتبطه بقصة السقوط، لأن حواء سقطت قبل إيه؟ آدم. ففي حاجات رغم إن الفداء تم، لكن كلما سالت ما زالت الآثار اللي بتفكرنا بالأحداث ما زالت موجودة. ما زال الإنسان بعد عجبين يأكل خبز، ما زالت المرأة بالأوجاع والألم تحمل وتلد، ما زال الإنسان بيموت وبيمرض. كل ده موجود للتذكرة. لا توجد في الألحان الكنسية كلمة سيدنا، بل كلمة أرض. كلمة سيدنا كلمة مش مسيحية أنت تطلق على مش عارف إيه، لماذا الرسل بيقول له سيدنا؟ أن كلمة الأب أقوى وأصح. هو دي ما تلغيش الأب، يعني دول الأب الأرسل. لكن كلمة سيدنا موجودة في الطقس. الباشا يسينيو تيتا يا سيدي الأب البطريرك. بيه مطغار باشا يسينيو تطريوت الأرض، يعني باشا يسينيو تطريوت باشا يسينيو، يعني يا سيدي الأب، يعني سيد وأب في نفس الإيه؟ الوقت. وكلمة سيدي دي كلمة بتقولوها البعض، اللي كنت حضراتكم ممكن يقولوا السيد والسيدة. حلال عليك وحرام عليك. ده حتى سيد سيداتي أنساتي سادتي. الناس كلها حلال عليها وحرمت على ليه الأحقاد ده هي؟ لكن موجودة في الطقس، وريني جبتها كويس. في لحن بيها مضغار موجود. بس شوي سنيون تطيب النهار شارك سبا بقابة وكذا. ويتقال بشوي سبورو جار جيو السيد الملك الأخبار كذا يعني. مش عارف ليه دايما تجيبوا بحاجات كده وكلمة اللي مش عايز يقول سيدنا ما يقولش، يقول يا ابونا. ما ماشي، ما فيش مشكلة، ابونا كلمة حلوة يقولوا ابونا بصوا. أنا عندي يقولوا ابونا مثلا ابونا الأصل أحسن ما واحد يقول لي يا أبا يوحنا. وبقى ناس كده صدقوني. طب الأصل
ده بالنسبه لك ايه؟ هل ينفع مثلا تقول يا قوموس فلان يا قس يا قوموس بولس؟ قوموس بولس ده بالنسبه لك ايه؟ ابوه. فما ناديش كده. ممكن نقول ابونا الرسل ماشي، سيدنا ماشي يعني، مش لكن ما يصحش يكون في وعي في التعبير. نقول فلان انبي يعني، لا نقول سيدنا او ابونا الاسر او راعي، لكن ما يتقالش الاسم كده من غير ما تبين انتمائه ليك ايه. سواء اب او سيد مش هتفرق، لكن في الطقس موجود. مسؤول اخد رب يجي له من مكان تاني على اساس كل كنيسه في الاغروشيه منظمينها
يخدموها. فأحيانا في ناس يقولوا كلام ويرددوه ويصدقوه وفي الواقع مش مظبوط، أو يفسروا يتعمدوا يقولوا حاجة غلط. أديني بقول صراحة أهو، أي حد يقول لي كنيسة إيه ويقول لي عشان نحقق في الموضوع، لكن ما يقولش كلام كده مرسل اتهامات باطلة. بقولها تاني، مفيش كنيسة تمنع حد من حضورها في أي مكان، لكن المسؤولية الرعوية لا، نتوزع حسب الإيه؟ الأمان. في سفر التكوين يقول: وكانت الأرض خربة وخليعة على وجه الغبر الظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. من أين أتت المياه؟ كانت الأرض خاربة وخالية، طب من أين أتت الأرض؟ البابا أثناسيوس كان عنده بعد نظر كبير قوي في المنهج بتاعه. بيقول الروح القدس طهر السيدة العذراء من الخطية، هل أخطأت السيدة العذراء بعد ذلك خلال فترة حياتها؟ لا، خلي بالك، الروح القدس ما طهرهاش هي من الخطيه الاصليه، عشان هي كده هي نفسها قالت تبتهج روحي خلاها مخلصي، لكن هو قدس مستودعها اللي خد منه الايه؟ الناسوت الجسد. الختام في العهد القديم رمز للمعطيات، في العهد يظهر الجديد. يعني لماذا الختام حاليا؟ الختام حاليا مش ملزم، لكن هو بيتعمل كجانب صحي يعني من الناحية الصحية، لكن مش ملزم. لا مش ملزم، ما هوش وصية ملتزمين بيها. في حد بيقول اتظلمت ولكن الوقت طال والله لم يعوضني، كنت مظلوما لا ظالما. اللي ما يتعوضش في الأرض يتعوض في السماء. في حد بيقول ايه؟ مجرد اقتراح، ممكن كل الكنائس توزع الهدايا، هدايا العيد يوم واحد، يعني اما كلنا يوم العيد او الجمعه اللي بعد العيد، وذلك لحد من الامهات والاطفال اللي بتروح كل الكنائس وتعدي وتاخد الهدايا. واحنا مش بنحب نزعل الاطفال، لكن ده بيأثر على فلوس الخدمه. دي مشكلة بقى اللي بيروحوا كنائس مش تبعهم، من ضمن سلبياتها يعني. لماذا يعتبر عرس قانا الجليل من الأعياد السيدية؟ لماذا لا نعتبرها معجزة من ضمن معجزات السيد لا أكثر؟ معجزة عرس قانا الجليل لها مجزاها، لها إيه؟ مجزاها. وليه بتيجي في ثالث يوم الغطاس؟ أولا دي أول معجزة صنعها جهار. هسأل أسئلة، الإجابة على الأسئلة اللي هسألها هي هتكون الإجابة على السؤال ده. ليه كانت أول معجزة كانت عرس؟ أنا بسأل، اللي هيجاوب مش من تلقائي كده، يبقى ما بيعرفش حاجة وعايز يجاوب في الهيس، يرفع عينه ويبقى كله. أنا لسه ما كملتش الأسئلة. ليه كانت في عرس؟ ليه كانت في قانا الجليل؟ ليه ما كانتش في أورشليم؟ ليه كانت تحويل المية الخضر؟ ليه كانت بطلبة العبرة؟ اللي يعرف الإجابات كلها يقولها واحدة واحدة. لا، عارفهم كلهم؟ لا، كله عرفان. قال اللي في بتاع
بتوع الجسد ان انا قايلها لهم بس. انت منين؟ من العقل. طب قولي يا بتاعت الملائكه. الى فرح وفرحهم بطلبة مين؟
العذراء اللي هي حواء الجديدة. وبالمرة قد الزر الزينة كمان، لأن أول حاجة كانت عقاب لحواء لما أخطأت بالأوجاع والآلام تحبل وتلد، فالعلاقة الزوجية اقترنت وهي بثمرها بالأوجاع والإيه، فهنا قد السر الزيجة وبركه، وهنا بيرد للإنسان مكانته واعتباره من جديد. عشان كده المعجزة دي بتعتبر عيد سيدي، ما هيش مجرد فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. طيب احنا هنقرب كده عشان